اي وقت يجيب لنا جون، انما لا، نزل احمد حسن عشان يظبط بيه نص الملعب، وهنشوف جعفر وعيد هو اللي هيقوم مع جعفر كواجب هجومي الاثنين، وهنشوف نص ملعب احمد حسن وابراهيم صلاح ونور السيد. ولا زال الانتاج الحربي بيعمل اداء كويس جدا، تتخطف الكوره وعلى طول تروح ناحيه صبري رحيل، صبري يلعبها العيد اللي اتنقل هناك اهو، وتنزل مره ثانيه عند صلاح، صلاح لصبري، وصبري على طول اماميه لعبد الشافي، يخش اسلام مصباح ويعليها وياخد عبد الشافي. النهارده عاقل قوي، عمل كره حلوه قوي وبيوقف النهارده كويس قوي، ويشوط على طول اسلام مصبح بره الملعب اوت. رمي التماس للزمالك و21 دقيقه من زمن الشوط الثاني، واصبحت النتيجه 2 الزمالك 1 الانتاج الحربي. صبري رحيل لجعفر، يقطعها حازم فتحي، ورمي التماس لنادي الزمالك. هدي الانتاج الحربي، وبدا نادي الزمالك يحس. يا عم الكعب، كعب ليه ناس بتوع الكعوب، كعب للكعب، العب الاول بوش قدام وبعدين العب لورا، تتلعب الكوره. صلاح سليمان، صلاح يغمزها، عامل ماتش كويس قوي. اسلام مصبح الباك الشمال اليمين هناك، معركه على الكوره تنتهي في نص الملعب عند احمد حسن، بخبرته كده ياخدها، يحط جسمه ما فيهاش حاجه قدام عبد الرحمن علي اللي نزل. تتلعب الكوره لعيد اللي خارج الخدمه النهارده، لان عيد هو رمانة الميزان بتاع نادي الزمالك، لعيب تمريراته قاتله وبيقدر، عنده المهاره انه يعدي، عنده المهاره انه يضيف ناحيه هجوميه لفريق الزمالك، النهارده خارج الخدمه. ادي عبد الرحمن علي اللي نزل مكان محمد عبد الله، ومحاولات هجوميه لنادي الانتاج، وعلى الزمالك انه ياخد باله من نص ملعبه، عشان الانتاج الحربي بدا يمسك نص الملعب وبدا التغذيه كلها من نص الملعب. ادي حموده، حموده يرجع الكره ورا. بصوا الانتاج طمع الى حد كبير، ما عندوش حاجه يعني يبكي عليها. حازم فتحي يلعبها لاسلام مصبح الباك اللي بدا يهاجم في الشوط الثاني، ولا ده سامسون، وتطلع الكره بره الملعب اوت، رمي التماس لنادي الزمالك. رمي التماس لنادي الزمالك. صبري يقطع محمد حافظ، ورمي التماس مرة أخرى لنادي الزمالك، هيلعبها صابر رحيل. يقطع حافظ مرة تانية ويطلعها بره الملعب، رمي التماس لنادي الزمالك. أدي عيد اتحرك عشان ياخدها من صبري، إنما ممشي وراه شديد قناوي، عليه رقابة على طول مستمرة العيد. تخبط الكرة في حازم فتحي وتطلع ضربة ركنية. ضربة ركنية لنادي الزمالك. والزمالك متقدم بهدفين مقابل هدف للإنتاج الحربي، وآدي أحمد حسن هيلعب الضربة الركنية اللي نزل مكان محمد إبراهيم. وأحمد حسن وضربة ركنية لنادي الزمالك. تترفع وعلى طول إسلام مصبح بدماغه يعليها، ويخش حازم فتحي ويقطع، وهجمة مرتدة سريعة عن طريق سامسون وعلى طول أمامية، إنما 70 قصر النيل أهو، يعني صلاح سليمان ومحمود فتح الله عاملين ماتش كويس. تتلعب الكرة لإبراهيم صلاح. بص الزمالك لما يلعب كرة سريعة على طول عيد هيقول مين اللي هيجي عشان يرقصه، على طول يلعب الكرة يقطعها الباك المجتهد إسلام مصبح، تعدي وتروح لصلاح سليمان. صلاح لنور السيد، لسمير، لابراهيم صلاح، لصبري، تهدئه من نادي الزمالك، لصلاح سليمان، لنور، نور لاحمد حسن. الله يا سمير، لو بصيت وشلت على طول، شلت على طول كده، ضاعت الخطوره بتاعتها، وضربه راس ضعيف. اوف سايد ولا ايه دي؟ ما فيش اوف سايد. اوه
عبد الشافي النهارده ايه، وعمك نادر سعد بيقول لنا خلي بالكوا دي هفوه، اوعوا تفتكروا لنا اي كلام. نادر سعد صد كورتين في دقيقه، ادي سمير يرفع كوره اهو، يرفعها سمير وعلى طول بدماغه نفس اللعب عبد الشافي. يقوم هنا في ايه، الراجل بيقول ما فيش حاجه، جرى بعد الكوره عيد يشوط تخبط في نادر سعد وترد الكره مره تانية لعبد الشافي. الولد الشقي النهارده قوي، يا سلام يا نادر يا سعد، امال كنت فين في الهدف الثاني والهدف الاول؟ يا دي رقم 20 حسين فهمي اللي مش ممثل، اللي هيلعب رقم 20 هينزل مكان مين؟ ده اللي هنشوف. انما نقدر نقول ان اسامة عرابي عامل فرقه كويسه وبتجتهد ونجحت ان هي يعني تبقى ند للزمالك اللي يعني النهارده يعني مستخسر على نفسه ان يستمر في العروض الطيبه. التغيير الثالث والاخير للانتاج الحربي، هنشوف حسين فهمي هينزل مكان مين؟ هينزل مكان مدحت رمضان. حسين فهمي وطلع مدحت رمضان، تنشيط في نص الملعب لأسامة عرابي وضربة حرة مباشرة لنادي الانتاج الحربي، واثنين الزمالك واحد الانتاج، وتتلعب الكرة عكسية هناك. انما طالع صلاح سليمان ايه في العاب الهوا 10 على 10، لو الزمالك لعب كرة سريعة، انما ما فيش كرة سريعة النهاردة. ادي على طول رحيل يلعبها لعيد وبكل عدم اللي اعتنى كده، انما الحسن حظه تجيله مره تانية ويروح عيد ومعاه اسلام مصبح، وسلام لو بص وهم بيجروا كده، يا سلام، انما لا شاط ولا رفع، ويمسكها نادر سعد اللي بيسترد مره تانية كبريائه بالهدف الثاني اللي دخل مرماه، يعني ما يخشش ابدا، انما بتحصل في احسن العائلات. وتنزل الكره على طول في نص الملعب لعبد الرحمن يلعبها، تنزل مره تانيه لابراهيم صلاح يعليها ابراهيم صلاح، ومفيش اوفسايد والكل بيجري، وثلاثه فوشيه اهو، ثلاثه فوشيه وثلاثه مخطط، انما بقوا اربعه خمسه خلاص. تتلعب الكره ورا، تنزل لابراهيم صلاح لصبري يلم صبري. بص الضغط بتاع الانتاج حلو قوي، الضغط بتاع الانتاج حلو قوي، انما اتلعبت حلو قوي، وتمشي الكره يقطعها حازم فتحي، وعلى طول تنزل في نص الملعب، نص الملعب على طول لحسين فهمي لسه نازل، لاسلام مصبح، لترجع الكوره مره ثانيه لحافظ محمد حافظ على طول اماميه، يردها على طول في نص الملعب تروح لمحمد حافظ مره ثانيه، وهل هيلحقها اسلام؟ يلعبها اسلام، تنزل لصابر رحيل. المباراه ما تلزش كر وفر، و28 دقيقه من زمن الشوط الثاني، والزمالك 2 والانتاج الحربي 1، وبنلعب في الدقيقة 28 من زمن الشوط الثاني، ووقع محمد حافظ. لما نشوف ادي تغيير 2، نزل تغيير بدري فرغلي مكان سعيد مراد، وعبد الرحمن علي مكان عبد الله، وحسين فهمي مكان، يبقى ده مش هيقدر يغير أسامة عرابي، وهنشوف هيقوم محمد حافظ ولا ايه بالظبط، عامل ماتش كويس. لغاية لما يقوم محمد حافظ، عاوز اقول حاجة كده للسيد وزير الداخلية، ان لا يعني الرجال الشرطة ليهم مطالب، اسمعها واقعد مع الضباط والجنود، لأنهم في وقت يحتاجوا إلى الثقة، وقفل الأقسام غلط كبير جدا للسادة الضباط والجنود، لأن معنى إنك تقفل اسم بوليس يعني بتقول للحرامي والمجرم والقاتل يعني تعالوا جا وقتكم، لا، أي يعني لازم الأمور تتلحق، لأن إحنا من غير شرطة ما نسويش حاجة أمنيا. خلي بالكم ياللي بتخبطوا وترقعوا في قلب الناس الغلابة دي، ولكن يعني بنلاقي اعتصامات كتير وكلام ده كله، السيد وزير الداخلية عليه مجهود كبير جدا، ولازم ينزل للناس، ولازم الناس تشوفه، ولازم الجنود قبل الضباط يطمئنهم، ولازم الشعب يبقى رحيم على هؤلاء اللي هم من أولادنا ومن عائلاتنا، وما ذنبهمش حاجة، هم بيتحملوا خطأ الآخرين. هنشوف ايه اللي بيحصل بالظبط، مش في الملعب لا في البلد، ورمي التماس لنادي الزمالك نص ساعة من زمن الشوط الثاني، ولازالت المباراة معلقة، الزمالك 2 والانتاج الحربي 1. ايوه،
يا سلام على ده مدرب، يا سلام على ده مدرب عنده جرأة حلوة قوي. عمر جابر نزل مكان عيد عبد الملك الغير موفق. محدش بقى قال لك لا يا جماعة عيد عبد الملك في أي لحظة يجيب لنا جول. الراجل ده بيعتمد على الأداء الجماعي وليس الفردي، عنده اتنين أصحاب مهارة عالية جدا جدا أهو، عيد عبد الملك ومحمد إبراهيم، مش موفقين النهاردة. على طول شد ده وشد ده، هنشوف بقى الزمالك بدون عيد وبدون محمد إبراهيم، هنشوف عمر جابر وأحمد سمير جابها يمين، هنشوف مين هناك جابها شمال. والله لعمر، يلا يا عمر، إنما ينام عليها نادر سعد. ساعات النجوم بتبقى يعني معطلة على الفريق لما الكرة بتمشيش معاها. هنا مدرب الجريء اللي يقدر على طول يغير اتجاه. هنشوف، لسه مباراة فيها كلام كتير، واحنا في الدقيقة 41 والانتاج الحربي مزرجن مع نادي الزمالك، والزمالك ضيع فرصته في الشوط الأول لما يعني الناس كانت عاملة له حساب، وإنما كان هو أصلا مش عامل حساب لنفسه وجرأ الانتاج الحربي عليه، وبدأ الانتاج يبقى هو الفريق الأفضل في نص الملعب وبدأ يهاجم وأحرز هدف بعد ما الزمالك ما أحرز هدفين والمباراة لازالت معلقة. ممكن الزمالك يبقى 3-1 وممكن الانتاج يبقى 2-1، عشان كده مستر فيرا لحق بأحمد حسن اللي لسه ما شفناهوش لغايه دلوقتي، وبعمر جابر اللي نشط الجبهه زميل زي ما حضراتكم شايفين كده. عمر بيبص هيدي لمين، يلعبها سن كده اهوت، وتصويبه قلشت قلشت قلشت، وتنزل على طول لصبر رحيل اللي بيعمل اي حاجه في اوفسايد ولا ما فيش اوفسايد على احمد جعفر. انا لغايه دلوقتي مش عارف مهمه احمد حسن، هل هو في نص الملعب وزنه تقيل قوي على فكره، هل هو في نص ملعب دفاعيا ولا بيطلع قدام ولا ايه؟ هنشوف. وانا اعتقد هو منزله عشان يبقى يدفي ابراهيم صلاح ونور السيد دفاعيا، انما هنشوف. هو واخد الجبهه الشمال هناك، وهنشوف عبد الشافي هيبقى فين، وتتلعب الكوره من شديد لمحمد حافظ لحازم فتحي، وحازم فتحي على طول اماميه، صلاح سليمان بدماغه، عمر جابر لأحمد سمير، تنزل لأحمد حسن، يلم أحمد حسن، تتخطف ياخدها عبد الرحمن علي لإسلام مصبح، يلعبوا كرة أمامية. النهاردة لو عملنا مونتاج هنلاقي صلاح سليمان عامل يعني ماتش كبير قوي في الكرات العالية، يعني النهاردة أعلى واحد خد كرات عالية مع احترامي لفتح الله النهاردة. وتتلعب الكرة وتنزل لمحمد حافظ، يلم حافظ، يعني هو ناقص تغيير يعني ثالث، هل يدفع بعبد الله السيسي؟ اعتقد ان مستر فييرا يعني مأخر التغيير الثالث طبعا ككل مدرب عشان الاصابات، انما انا اعتقد عاوز عنصر سرعه احسن من احمد جعفر، ويبقى الثلاثي النهارده غير موفق، محمد ابراهيم وجعفر وعيد عبد الملك. هنشوف الراجل عنده بدائل كويسه وبدا يعملها وبدا، هنشوف ايه الحكايه. تطلع كوره بره الملعب اوت، رمي التماس من نور السيد اللي مستواه بعيد قوي النهارده. ادي عبد الله سيسي واقف على الخط تقريبا، عبد الله سيسي واقف عشان ينزل، طبعا جعفر اول ما يشوفه على طول راح عامل معتدل مارش على الخط. هنشوف اهو احمد جعفر يطلع وينزل عبد الله سيسي. كل ماتش اقول ايه ده ماتش عبد الله سيسي، يوم الراجل يعني خايف ظني وخلي الناس تقول لك اهو عبد الله سيسي ينزل مكان احمد جعفر، ويبقى الثلاثي النجوم بتوع نادي الزمالك محمد ابراهيم وعيد عبد الملك واحمد جعفر مش موافقين النهارده. على طول مستر فييرا عنده بدلاء على المستوى كويس، وهنشوف بقى دلوقتي كل فريق عمل التغييرات بتاعته. هنشوف عبد الله سيسي واللي نزل مكان احمد جعفر، رمي التماس للانتاج الحربي محمد حموده على طول داخل المنطقة، إبراهيم صلاح بدماغه لحمودة، يعدي حمودة وعلى طول يشيل شيلة كده هناك، وعلى طول في منتهى الخطورة كان بيريحها سامسون، إنما مفيش حد متابع، هيجان وغطس من سيسي، ضربة حرة مباشرة للإنتاج الحربي. ضربة حرة مباشرة بتبص له ليه؟ غطس نزل على صخرة اهو، قام الراجل مكسوف. ساعات الواحد لما يقع كده يبص حواليه عشان خاطر ويعمل نفسه اللي هو ما جراش حاجه، تلاقيه هو متصدع دلوقتي. ضربه حره مباشره للانتاج الحربي،
وحازم فتحي على طول عاليه، اوه على الحظ، اوه على الحظ للزمالك، اوه على الحظ للزمالك القائم، يرد كوره حلوه 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 للانتاج الحربي، هدف التعادل كاد يحرزه الانتاج الحربي بعد 36 دقيقه. اهو اهو اهو، ولا تصد ولا ترد، انما اهو دي خناقه دي ولا ايه؟ الراجل اللي لسه نازل عبد الرحمن علي وبيقول لهم تعالوا، ادي احمد سمير وعبد الرحمن وبيقول لهم تعالوا كده، مالكوش دعوه انتم باي حاجه، لغايه لما يقول لهم تعالوا ويصالحهم. يعني عاوز اقول حاجه في ودن المعارضه، جات لكم حاجه من السما، ادي انذار، انذار لعبد الرحمن علي واحمد سمير، وبكل هدوء كده ادي الكره الحلوه قوي 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 اللي طلع الراجل، مين الراجل ده؟ عاوز اشوفه لان احنا بنصور بكاميرا واحده بتاعت مودرن، واعتقد اللي هو عبد الرحمن علي ده، شكل الدماغ هي اللي اتحطت، وادي انذار لاحمد سمير وانذار لعبد الرحمن علي. احرج لحظات المباراه بالنسبه للفريقين، الزمالك عاوز الثلاث نقاط عشان يستمر الفريق الذي لم يهزم، والانتاج الحربي عاوز يخرج من الكبه بتاعته، الفريق الذي لم يفوز عنده ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وهزيمه لغايه دلوقتي، انما نرفع القبعه للانتاج الحربي النهارده. تتلعب الكوره وتنزل ناحيه شمال عند صابر رحيل، صابر رحيل لاحمد حسن مش حتته، يلعبها لصابر مره ثانيه، هيشيل وهي ماشيه، يشيل وهي ماشيه فينسي سيه، انما برافو برافو حازم فتحي يطلع الكوره ضربه ركنيه. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. و37 دقيقه و38 دقيقه واثنين الزمالك الشوط الثاني، اثنين الزمالك، واحد الانتاج الحربي المجتهد واحمد حسن، وضربه ركنيه لنادي الزمالك. احمد حسن وضربه ركنيه لنادي الزمالك، يلفها هناك يطلع محمد حافظ بدماغه وتنزل على طول، تروح لمين هنا؟ تروح على طول لعمر جابر، تخبط وتطلع بره الملعب. رمي التماس ده كان محمود فتح الله اللي كان متقدم هناك، احمد سمير ورمي التماس، تتلعب على طول لعبد الله سيسي، تتخطف من عبد الله سيسي وفاول على عبد الله سيسي، وضربه حره مباشره لنادي الانتاج الحربي. احرج لحظات المباراه السبع ثمان دقائق ديت، وخصوصا خطر على الانتاج لان الزمالك عنده اللي يخلص، وخطر على الزمالك للانتاج ما خلاص اتجرأ وما عندوش اي حاجه يبكي عليها، والمباراه معلقه والزمالك اتنين والانتاج واحد، وتنزل الكوره وتنزل على طول تروح لكريم، يلم كريم وتروح يسيبها لحموده، حموده تتخطف، ياخدها عمر، ياخدها عمر، سيسي بيجري له، دخل عمر يعيد لمين؟ لعمر، وغمزه حلوه قوي لاحمد حسن، احمد حسن سابقها وعلى طول يخش حازم فتحي ويطلعها بره الملعب، انما كانت هجمه كويسه، تنزل مره ثانيه الكوره لاحمد حسن ينشن، وضربه ركنيه لنادي الزمالك. احمد حسن بدا يتحرك وعاوز يجيب جون، وممكن يجيب جون لانه دايما كده لما بينزل ما بيهتمش الا ان انا اجيب جون، هنشوف. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. 39 دقيقه يعني 40 دقيقه اهو داخلين فيها، واحمد حسن وضربه ركنيه، ضربه ركنيه تعدي الكوره وتنزل، وخدها الانتاج وهجمه للانتاج، انما على طول تطلع الكوره بره الملعب اوت، رمي التماس للانتاج الحربي. مستر فييرا على الخط وعارف تماما الخمس زي اللي فاضله دي، غير الوقت بدل الضايع، محرجه جدا، واثنين واحد، يلم سامسون ويلعبها لكريم قردة، وتنزل الكرة الكبيرة، أوه فاول، فاول وضربة حرة مباشرة لنادي الزمالك. الزمالك بلا خبرات واحنا في الدقيقة 40، وإنذار لكريم قردة. واحد يقول لي يعني إيه؟ أقول له خبرة كلها طلعت، أحمد جعفر وعيد عبد الملك ومهارة محمد إبراهيم، دول يهدوا بلد. انما كان لازم الراجل يعمل كده لان هو ما اضافوش وما عندهمش ان هم يضيفوا النهارده، بتحصل فحص العائلات، وضربه حره مباشره لنادي الزمالك. على طول محمود فتح الله
يعلق كرة هناك عالية، سيسي تروح لنادر سعد، نادر لإسلام مصبح على طول لحسين فهمي، تتلعب الكرة على طول أمامية هناك وضربة مرمى لنادي الزمالك. بيقولوا اديها لي بالراحة شوية، ده عبد الرحمن علي اللي نزل مكان محمد عبد الله، والنهاردة أسامة عرابي بيلعب على الجنبين هنا وهنا، لأن الزمالك الجنبين بتوعه كويسين، إنما التوفيق وعدم التوفيق في لقاء النهاردة. عاوزين ننهي بقى المباراة كويس عشان خاطر نقول فريق مودرن اللي في الملعب، الصورة كده يعني اتحسد ولا ايه؟ على طول تنزل الكرة لكريم، لعيب كويس قوي، يلعبها لشديد قناوي، شديد قناوي لحسين فهمي، حسين فهمي على طول أمامية، ياخدوا الراجل واحدة كده، انما بيدي الفرص الراجل تصويبها يمسكها على طول، تصويبها ويمسكها على طول عبد الله واحد السيد. 42 دقيقة وخمس ثواني والزمالك 2 والإنتاج الحربي 1، والدقائق دي محرجة جدا، تغييرات الزمالك لم تضيف شيء، يعني هو هو الأداء وهو هو يعني، أما الإنتاج الحربي يعني عمل ماتش كويس، والتغييرات يعني أضافت يعني ليه كتير من النواحي الهجومية، إنما الحكم مصفر فاول لنادي الانتاج الحربي. ضربة حرة مباشرة هيلعبها حازم فتحي، حذاري للزمالك الدقائق اللي فاضلة دي، والانتاج فريق مجتهد، انما صلاح سليمان ما شاء الله واخد كل الكرة العالية، وشديد ناوي ملك نص الملعب، يلعب الكرة لإسلام مصبح، عامل ماتش كويس الباك اليمين لنجدة، يلعبها على طول لسامسون، يعدي يعدي وتروح لإسلام، وبقول لحضراتكم اتجرأ الإنتاج الحربي، وعلى طول العرضية، هاتش يا كاميرا فين، وضربة مرمى لنادي الزمالك. معذور طبعا الراجل بكاميرا واحدة ما يقدرش يلف مع الكرة اللفة دي كلها، إنما يعني بأحيي فريق العمل اللي هناك، يعني أجدع تحية الصراحة، يعني بكاميرا واحدة يعني قادر اللي هو يخلينا نعمل مباراة كويسة جدا، يعني حاجة جميلة. طبعا بيساعدوه هنا أسرة الإنتاج، يعني اللي بقيادة المبدع أبو حميد ومعاه البهنساوي، ويعني هنشوف الأول الكرة رايحة فين، مدير إدارة إنتاج إبراهيم علي، والإنتاج مدير إنتاج عمرو عرابي، وعصام عصران، ومحمد فاومي، وأحمد فوزي، ومشرف عام أبو المعاطي زكي، والإعداد محمد يحيى ونوع عباس، وهنشوف الكرة دي هتروح فين. و43 دقيقة وعلى طول ماشي عبد الشافي يغمزها خلاص. طبعا طبيعة أداء أحمد حسن تختلف عن طبيعة أداء محمد إبراهيم وعيد، أحمد حسن ملك خط النص دفاعيا ومجهود، أما ينزل ناحية الشمال عشان يقوم بدور عيد عبد الملك ودور محمد إبراهيم ما يقدرش، مش عشان هو وحش، إنما كل واحد ليه مهارته، كل واحد ليه مهارته. تتلعب الكرة وتنزل لعمر يلم، عاوز يعمل هات وخد، لعبها على طول حلو قوي، هل هيرفعه على طول؟ النهارده تمرير نور السيد وحش قوي قوي النهارده، رغم انه جاب جون قضاء وقدر وضربه ركنيه. النهارده طبعا مراسل ملعب احمد المصري وهاب النحاس، وجرافيك حسام سلطان وائل عمر، ومونتير الكتروني سيد السباعي، والصوت شريف العبد، والهندسه وليد الوحش. وضربه ركنيه لنادي الزمالك. وعمر جابر تتخطف، وعلى طول الفرقتين عاملين زي اللي اتفرج على ملاكمه، الاثنين اخر جوله يقعدوا يهبشوا في بعض كده، هنشوف كام دقيقه وقت بدل ضائع، 4 دقايق وقت بدل ضائع. بيعلنوا معانا انهم الحكم محمد ابو خاطر، مش ملاحظين حاجه حضراتكم، ان احنا لا شفنا الحكم بيقول 4 ولا بايده ولا بتاع، على طول بصوته كده ال4 دقايق يعني طلعها محمد ابو خاطر الحكم الرابع، ودي حاجه كويسه جدا، ما شفناش مشكله في الملعب عشان نشوفه بيسال ايه ويعمل ايه. مباراه نظيفه فيها 3 انذارات، 2 للانتاج، 3 لاثنين الانتاج، واحده لنادي الزمالك، احمد سمير للزمالك، وعيد احمد علي وكريم كردة من الانتاج. تتلعب الكوره
ورايا وصفاره وضربه حره غير مباشره، انا سامع في صفاره وكعب كده ما كانش في حاجه، وتطلع الكوره ضربه ركنيه. ضربات ركنيه متلاحقه لنادي الزمالك ما استفادش منها لغايه دلوقتي. كنت بقول لحضراتكم المعارضه جالها من السماء فرصه ربنا اداها لها، كنت عاوزه تاجلي الانتخابات اهي اتاجلت. اتفضلوا انزلوا في الشارع، اتفضلوا اعملوا رأي، اتفضلوا روحوا وقعدوا مع المسؤولين، انما هي معارضة بلا حوار، معارضة بلا ابتكار، معارضة هيجان بس، ما ينفعش الكلام ده كده، يعني مصر حرام، مصر حرام. تتلعب الكورة لنادي الزمالك واحمد حسن عكسية هناك، تطلع كورة بره الملعب. احرج لحظات المباراة على جماهير نادي الزمالك اللي قدام الشاشة هنا، وعلى نادي الزمالك فييرا وجهازه أسامة نبيه وأيمن طاهر وحمادة أنور ومصطفى منيري، ودقائق تمر سريع تقيلة جدا على نادي الزمالك الذي لم يقدم عرض هذا اللقاء إطلاقا، إنما اللي قدم العرض الإنتاج الحربي، إنما هي مسألة حظ في الهدف الثاني ومسألة إمكانيات وخبرة من النادي الزمالك، وهنشوف الدقائق اللي فاضلة دي ممكن إيه اللي يحصل فيها. على طول اتفتح هناك يعني نادي الانتاج الحربي، مجموعة الكفاءات اللي في الزمالك ممكن جدا ان هي تخلص هدف ثالث. ادي احمد حسن، ادي احمد حسن بيقول ماليش دعوه بحد، انا عاوز انزل اجيب كوره وخلاص، واجيب جون وخلاص. ضيع فرصه اتقلبت الى هجمه مرتده للانتاج الحربي، في راي وصفار ولا ايه؟ مفيش. اوه يا عبد الواحد، اوه يا عبد الرحمن علي، وحظك يا احمد يا حسن، وادي كره فاش اوف سايد، وادي على طول عبد الواحد السيد ينقذ فرصه هدف من انفراد لعبد الرحمن علي، وفرصه يعني كانت هتضيع من احمد حسن اللي كان هيتسبب، قطعت الكره ردت هنا فرصه هدف، انما حظه كويس. خلاص كده هو بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل ضاع لمدته 4 دقائق، الزمالك 2 والانتاج الحربي. يا سلام على المهاره، يا سلام على المهارة، الزمالك 3. مش بقول لحضراتكم ان الزمالك ممكن يخلص، عنده مجموعة المهارات، وعلى طول عمر جابر خلص، عمر جابر في الوقت بدل ضائع، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل ضائع، يحط عمر الهدف الثالث لنادي الزمالك. بقول لحضراتكم مسألة